سلمت قلبي يا ربي لتغسله. قصة دعاء سمير التي في الصورة أمام حضرتكم، وما قصتها وكيف كان عشماوي قد أعجب بها وبجمالها. عشماوي منفذ حكم الإعدام على دعاء سمير. دعاء سمير بنت الشرقية من القمح، من مدينة من القمح، فتاة فائقة الجمال من أسرة سارية جدا، تزوجت من مهندس وكان يحبها كثيرا، وكان يعني أعطى لها كل ما تريد، وأنشأ لها عمارة مكونة من 6 طوابق كانت تسكن فيها، وكان كل طلباتها كانت مجابة لها. كان لدعاء سمير شاب يحبها من أيام الجامعة، ذهب إلى السعودية وعمل فيها، ثم رجع إلى مصر، طلب منها أن يشتغل مع زوجها، وهي طلبت من زوجها أن يعمل معه هذا الشاب، وإنه كان في السعودية وإنه غير حاصل حاليا على عمل. وافق الزوج واشتغل معه هذا الشاب. هنا تم رجوع العلاقة التي كانت بين الفتاة وبين الشاب سابقا. هي تزوجت طبعا المهندس ومعها منه بنت. المهندس وثق في الشاب وكان يعني يعطيه أعمال، وكان يعني وثق فيه وثوق كبير. هنا بدأت ترجع العلاقة بين دعاء سمير وبين الشاب. بدأوا يفكروا في خطة كيف يخلصوا من الزوج. بدأت الخطة ورتبوا ترتيبا جيدا، وبناء على كلام عشماوي إنهما عملوا خطة جهنمية له. تم وضع له المخدر في عصير المانجا، وثم شرب العصير، وبعدها بعد ما تخدر وخلاص مش في وعيه أخذوه للمطبخ وتم قتله وتم تقطيعه. وهنا كشفت القضية، وكان المتهم الأول فيها هي هذه اللي قدام حضراتكم، دعاء سمير. دي صورتها، ودي فتاة يعني فائقة الجمال سبحان الخالق. كشفت القضية وخيوطها لرجال المباحث، واتهمت دعاء هي المتهمة الأول في القضية، هي التي خططت وهي التي دبرت. حكم عليها بالإعدام. طبعا عشماوي بيحكي قصته بقى معاها، وان هو شافها وأبهر بجمالها وأعجب بها، وقال ان يعني بالنص عشماوي في لقاءات كثير ذكر هذا الاعدام، وذكر ان اكثر قصه اعدام اسر بها عشماوي هي قصه دعاء سمير، وانها يعني كانت فتاه فائقه الجمال. وقال ان الناس يعني سمعنا ان هم بيقولوا عنها ان كانت يعني لما بتمشي في شارع او في طريق او في مكان، كان كل الشارع بيوقف يبص لدعاء سمير من جمالها، وكانت فاتنه الجمال. وصفها عشماوي بان طولها يبلغ حوالي 2 متر، وكانت عيونها مثل عيون البقر على حد قول عشماوي، يعني بيقول عينيها واسعة. وقال إني أنا أبهرت فعلا بجمالها. اللقاء كان مع مفيد فوزي، وحضراتكم تقدروا ترجعوا للقاء وتشوفوه مع الإعلامي مفيد فوزي، لقاء الإعلام ومفيد فوزي مع عشماوي منفذ الإعدام. ذكر أيضا عشماوي بأنه هي طلبت طلب إن هي تشوف مأمور القسم قبل الإعدام، لأنهم جابوها من قسم القناطر إلى مكان الإعدام، وطلبت من المأمور إني محدش يشوفها. وقال عشماوي إني ما كانتش عايزة حد يشوف الجمال ده وهو يعني بينعدم. وقال إن هي نظرت ليه نظرة يعني عمره مش هينساها، وإنه هي تقريبا هذه النظرة تعني إن هي كانت يعني نظرة ندم أو نظرة يعني الإحساس بالذنب لقتل زوجها. وهذه هي قصة دعاء سمير بنت منيا القمح الشرقية التي قتلت زوجها هي وعشيقها، وتم الحكم عليها بالإعدام شنقا. وإنه تأثر بهذه القصة عشماوي منفذ الإعدام،
وذكر عنها وقال إنها فتاة فائقة الجمال، وإنها جمالها مفتن ولا يستطيع أحد مقاومة جمالها. وطبعا دي يعني ذكر إن هي من عيلة ثرية جدا في منيا القمح الشرقية، ومش كان ناقصها أي شيء يعني، وإن هي عملت هذا العقاب هذا الذنب، وهي يعني تستاهل هذا العقاب، وده جزات يعني إن هي قتلت زوجها، إن هي يحكم عليها بالإعدام. حبايب دي قصة دعاء سمير، بتمنى تشتركوا في قناتي وتدعمونا بلايك وتوصلوا الفيديو ده لمليون مشاهدة وتحطونا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.